في دار الشباب الشهيد نجار غانم تم اليوم انعقاد الجمعية العامة البلدية لانتخاب أعضاء المكتب البلدي للمنظمة الوطنية لمتقاعد الجيش الوطني الشعبي لبلدية عين البرد، وذلك بحضور رئيس المنظمة الوطنية لمتقاعد الجيش الوطني السيد بوزيدي عبد القادر وأعوانه، وكذا السيد نجار الجلالي مندوب أبناء الشهداء لبلدية عين البرد، وكذا بعض أفراد متقاعد الجيش الوطني الشعبي والجمعيات المحلية والسلطات الأمنية من أجل تزكية السيد شوشة قادة كرئيس المكتب البلدي للمنظمة الوطنية لمتقاعد الجيش الوطني الشعبي. في هذا اليوم الأغر على بركة الله يتم التنصيب الرسمي لأعضاء مكتب المنظمة الوطنية لمتقاعد الجيش الوطني الشعبي لبلدية عين البرد بتاريخ 15/12/2021 الموافق ليوم الخميس 21 جمادى الأولى 1444 هجري. هذا التنصيب الذي سوف يستعرض أنشطة المنظمة وربط العلاقات ذات الطابع المشترك والتعاون مع أجهزة الدولة والجمعيات والمنظمات والمجتمع المدني الفعال، وانطلاقا من قناعتنا في نجاح عمل المنظمة كما توقعنا في مكتب بلدية عين البرد، حيث يقوم القائمين بالمهام المسندة إليهم لا سيما العمل التطوعي والخيري، كما نكن لجميع المنخرطين في المنظمة كل الاحترام والتقدير على الوقوف ومواجهة التحديات وعلى المبادئ الثابتة لخدمة منتسبي المنظمة لهذه البلدية المتميزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوشة قادة، تم اليوم تنصيبي في المكتب البلدي للمنظمة الوطنية لمتقاعد الجيش الوطني على مستوى عين برد. تم تزكيتي المرة الثانية. أشكر جميع المنخرطين، وكذلك أشكر المكتب الولائي الذي كان حاضرا في التنصيب. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هذا المكتب هذا اللي قام فيه فات ما شاء الله زايخ، ونتمنى ثاني للناس هذو لاباس بهم، والله يجرب بذلك يعاونهم. السلام عليكم. أولا نرحب بالمكتب الولائي لمنظمة متقاعد الجيش بالأسرة الثورية سي عم الجلالي متقاعد الجيش ومنتسبي المنظمة، مرحبا بكم لبلدية عين البرد. سي ممثل الأمن ممثل الحركة الجمعوية سي العربي، أنا سوف أقول عبارة واحدة، الجزائر حررها الجميع ويبنيها الجميع ويحكمها الجميع، كما نتمنى للمؤسسة العسكرية ولكل السلطات الأمنية والمحلية يعني أن تلتف حول رئيس الجمهورية، لأنه أولا هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو القاضي الأول في البلاد، وهو الذي نرى من خلاله أو من ورائه أن برنامجه على السكة الصحيحة. علينا أن نقول، وما علينا إلا أن نقول، تحيا الجزائر المجلول الخلود لشهداء الأبرار، ونتمنى لكم مسيرة مليئة بالنضال. ودار الشباب الشهيد نجار غانم مفتوحة لكم ولجميع الخيرين في هذه البلاد، والسلام عليكم.